بدجله على مدار الشوطين خالص، وزي ما قال الكابتن علاء ما طمعش في الماتش، هو لعب على النقطه ونجح فيها. لا هو مش مطمعش في الماتش، هو ده رتمه وده شكله، هو حتى لما بيتغلب بما بيغيرش بيفضل ينقل لحد ما يروح بالكره سهله. فهو النادي الاهلي النهارده ضغط عليه كويس ثاني شوط، لكن اقدر اقول لك البدايات النادي الاهلي بيخلص المباراه في بدايه الجون الاولاني اللي هو الفرصه الاولانيه اللي كانت بتاعت محمد شريف في البدايه اللي ضغطه كويسه. انت عارف لو كنا جبنا الجون ده كان النادي الاهلي كسب كتير النهارده. أيوة. ولكن وادي دجله ده يعني زي ما بيقولوا بلغه الكوره ويعني وداك لحته انت مش ما بتجيتش فيها، ان هو انت عمل توسعه للملعب دي رقم واحد، عقبال لما بترد الكوره وبعدين تردها وبعدين تقدر تنقل، هو بيرجع لورا خالص، هو ما بيفكرش انه يكسب وادي دجله. بس يمكن كان في بطء مننا شويه زمالك كابتن علاء. ما هو البطء هو نتيجه ايه يا كابتن؟ البطء نتيجه ارتداد وادي دجله بسرعه، فانت مش بتلاقي اللعب الامامي. ما اصل انت في حاجه من الحاجتين، انت لما بتقطع انت عايز تعمل كره طوليه، عايز تعمل كره طويله، ولا عايز تنقل؟ ما هي دي المشكله. ما هو ده دي لعبك، مش احنا اتفقنا على ان احنا اسلوبنا قريب من اسلوب وادي دجله؟ يبقى انت لو هتاخد الكوره بتعمل البطء، لان وادي دجله بيرتد بسرعه. وادي دجله بحس من لعيبته ان هم ليهم هدف ان هو يجمد الكوره ويجريك ويجمد الكوره ويجريك، يعني ما عندوش العمق الهجومي اللي هو اللي ما راحوش على الجون تاني شوط مفيش. ولكن في نقطه مهمه جدا، هم نجحوا في نص الملعب. ايوه ودي حقيقه، ما خلاكش تجيب تعمل هجمات منظمه كتير كنص ملعب. الحاجه الثانيه مهم، عاملين زياده عدديه في الناحيه الدفاعيه كويسه قوي. حتى هجماتك انت تقدر تقول عليها هجمات، ممكن الهجمه اللي هي المهمه بتاعت بدر بنون اللي الكره اترفعت وكره ثابته واترفعت وبعدين راحت على البعيده وحطها في ايد عبد المنصف، وعبد المنصف النهارده كان جيد جدا وكان كويس قوي، لكن موفق توفيق كبير قوي. الحاجه المهمه كره صلاح محسن بتاعت الشوط الاولاني، الكره اللي بدماغه يعني، هو كان المفروض اللعيب استنى الكوره هو طلع. ففي حاجات كتير قوي يا كابتن، لو كان النادي الاهلي استثمرها النهارده في البدايه واحرز هدف كان الموضوع اتفك وكان لعب عادي. لكن طول ما انت متعادل 0-0 فالاداء بتاعك انت بيزيد ضغط عصبي وتتشحن، والفرقه الثانيه بتزيد اطمئنان وقوه ازيد. لان انت فاهم انه ده هدفه يعني. انت لو اتكلمت مع مدرب وادي دجله هيقول لك ايه؟ هيقول لك انا نجحت النهارده في ان انا اتعادل مع النادي الاهلي بغض النظر عن الاداء، بغض النظر عن ادائه الشوط الثاني، انه ما عملش حاجه يعني. هو مستني الجون يخش فيه. انت فاهمني؟ ولكن في الاخر نقدر نقول ايه؟ انه نجح في مهمته، كسب لازم نديله حقه. هو نجح في مهمته برغم ان احنا المفترض ان كنا اخطر، والمفترض ان احنا كنا المفترض اخطر، ولكن مش بشراسه على الجول زي ما الكابتن علاء قال، ودي حاجه مهمه جدا، والكابتن شريف كلمهم مفيش شراسه على الجول. انت الشراسه بتاعتك بالتركيز. في احيانا يا كابتن يعني انصاف الفرص بتقدر كفير وتجيبها تستثمرها. انت محتاج دي. احنا محتاجين ان احنا نخلص، لانه لازم تعرف ان الفرق كلها هتلاعبك دفاع منظم. وكل ما الوقت بيزيد كل ما حماسه في الدفاع بيقوى. وكل ما بيزيد تاني شوط بالذات، تاني شوط اول ما بيعدي الدقيقه 25 والدقيقه 30 حماسه بيزيد وبيعلى وبيعلى. لكن في الاخر اقدر اقول لك النهارده مفيش فرقه بتكسب على طول. لازم نعرف ان لما يحصل لنا موقف زي ده هنتحل ازاي. لما بنجيد كويس بنقول احنا كويسين قوي، لكن احنا ما اجدناش النهارده عشان نكسب المباراه. دي حقيقه يعني.